بسم الله، السلام عليكم. الموضوع تاعنا اليوم على الفاش، كيفاه تاني يكتر ويتكون. هو يتكون من الدهون المتراكمة على الجلد، والدهون دي عبارة عن عرق. كي ما يستحمش الحسون تاعنا ينشف هذا العرق ويولي قشور، والقشور تخلق منها هذا الفاش واللي يبيض بالآلاف ويتغذى على عدم تاع الحسون تاعنا. بين جنبه هذا لازم يستحم يوميا، وما تخافوش قد ما يستحم قد ما المناعة تاعو تكبر. وما ننساوش نغسلوا الأقفاص والمكان اللي حاطينه فيه، ونغسلوا المناطق اللي تخبى فيها هذا الفاش كما هذه البلاصة يتلم فيها بكثرة، ديما لازم نشوفوها. هذه تاني البلاصة يكتر فيها. ونحطوه في القايلة، الكاجة كي نغسلوها نحطوها في القايلة حتى تنشف. بعد نحطو الكرتون، نقصوه كيما هكا ونحطوه كل يوم، نبدلو واحد نحطو واحد حتى نولي نلقاو الكرتون تاعنا ما فيهش نبق من الداخل. بالنسبة للباطون نديروه كيما هكا، نركبوه نحطو في نص القطن. درك نعطيكم كيفاه. نقصو هذا باه يتشبح لنا الباطون وما يطيحش، ثم نخليه هذا شي ما نكروشي واش بالسنين تاعو. نركبوه كيما هكا ونزيد نملاوه بالقطن، مش بزاف، شويه برك. نفيريفيوه كل يوم ونغسلوه ونزيد نعاودو له القطن جديد. والسلام عليكم.